السلام عليكم جميعا، نتمنى تكونوا كلكم على ما يرام. ونحن اليوم في الأول يوم من هذا الشهر المبارك. احنا الآن يوم الاثنين، ففيديو اليوم غادي نشوفوا فيه مع بعض الأكلات، أو نشوفوا فطور مغربي. وهذا الشيء اللي غادي نشوفه اليوم هو فقط الأول يوم في رمضان. غالبا او في معظم الاحيان تيكون الفطور بسيط وفيه كالوريهات قليله، لانه كما تعلمون الاكل بالليل ليس جيد. ولكن يعني اول يوم الواحد تيحب يدلع نفسه شويه، فغادي نشوفوا مع بعض كفته وبعض المقبلات المغربيه. غادي نشوفوا زعلوك اللي هو سلطه الباذنجان، غنشوفوا سلطه الجزر، سلطه الفلفل المشكل، و سلطة الباربا أو البنجر. فخليكم معايا وتفرجوا لغاية الآخر. فعلى بركة الله سنبدأ. غادي نحتاج طبعا لحمة مطحون أو لحم مفروم. هنا غادي نحتاج هذا بصل مبشور أو محكوك، زنجبيل محكوك، والزنجبيل باش يمنع عن البصل يطلع، لان في بعض الناس البصل تطلع ليهم بما فيهم انا، فالزنجبيل ما تيخليش هذاك البصل يطلع لكم. هذا القزبرة خضراء مقطوعة، وهذا فلفل حراق، والفلفل الحار يعني اختياري ماشي اجباري. فقط غنحتاج بالنسبة للتوابل، غادي نحتاج كمون، وغنحتاج ملح، وربما شوية بهارات. فعلى بركة الله غادي نخلط هذه المكونات كلها. نضيف الكمون، نضيف الملح طبعا على حسب الذوق، وانا تنحب البهارات فغادي نزيد شويه بهارات مشكله. انا عندي غرام مصاله، نتوما ممكن تحطوا اي بهارات. وعلى فكرة هادو راهم القتبان او السكيورز، رانا حطيتهم في الماء باش ملي تحطو فوق الفرن، فوق يعني النار، ما يتحرقوش. بقا نحطهم هكا ونقلبهم. ولا فنخلطو هادشي كله بالايد احسن. وبعد ما خلطناها مزيان غادي نصوبو كويرات، ما تكونش يعني كبيرة بزاف، يكونوا تقريبا بنفس الحجم، يعني بحال هذا الحجم راه كافي. ونجيبوا السكيورز ديالنا او القطيبات ديالنا وندخلوا فيها، نديروها فيها بحال هذا الشكل. بنت هذا المنظر. فوالا، فانا غادي نكمل بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نحطهم في الثلاجه ونكمل باقي السلطات. فالان غادي نبداو بالزعلوك او سلطه الباذنجان. محتاجه باذنجان قطعته بهذه الطريقه، يعني الجلد مثلا نحيدوش كله، غير بحال نديرو يعني شرائحه بهذه الطريقه. بعد غادي نقطعو عادي. هناك طرق عديدة لعمل الزعلوك أو سلطة الباذنجان. الطريقة اللي غنستخدم أنا هي سريعة كتير، فكل المكونات نحطوها مع بعض مرة واحدة. الطريقة غادي نقطع على شكل مكعبات صغيرة. فوالا، نحط الباذنجان ديالي في مقلاة، وغادي نحتاج
طماطم عندي هنايا، طماطم مطحونة مع شوية ثوم، طماطم محكوكة مع شوية ثوم نحطها هنا. عندي توابل اللي هما في البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، عندي الكمون، وعندي هنا الملح. يعني كل المكونات سنخلطها مع بعض، وغادي نضيف زيت الزيتون من فوق. فغادي نغطي عليها وغنخليها تستوي على مهل، يعني تحطوا نقصوا البوطاجاز لاقصى درجه، ومن الحين للاخر بقاو تحركوا فوالا. ودابا غنمشيو نشوفوا السلطه الثانيه. والان غنديروا السلطه الثانيه اللي هي سلطه الفلفل المشكل. فعندنا هنا كما انتم مشاهدين فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر. كل هذا الفلفل راه هو مشوي كما انتم تتشوفوا، ها هو مشوي. فالان انا غادي ننقيه وغادي نقطعو شرائح طويله، ومن بعد نرجع لكم. الفلفل ديالنا بعد ما قطعته شرائح كما انتم مشاهدين، صافي غادي نحطو يتعرق شويه، يعني نحطو شويه يسخن. الفلفل ديالي غادي نحط عليه غير شويه ملح وكمون فقط. وطبعا زيت الزيتون، انا ديما تنستخدم هذا النوع. ناخذ شويه كما قلت، غير غادي يتشوح واحد شويه على نار هاديه ويكون جاهز فوالا. فهنا انا عندي شويه زيت نباتي، حطيت فيه الثوم، الثوم اللي انا بخرته مع الجزر، ها هو الجزر ديالي. فبعد ما شوحت الثوم انا ضفت عليها بابريكا او الفلفل الاحمر، وضفت ملح وكمون. والان غادي نضيف الجزر ديالي. غنخليه يتشوح، وهنا راه الزعلوك راه استوى، ها هو كي تيجي تيجي ناشف. الفلفل ديالي ايضا ها هو صافي ولا تشوح، يعني ولا سوفت. فوالا نكملو على الجزر. هنا رانا عندي الليمون مخلل او الحامض مصير مقطع، غنضيفو ليه الان، وهذا راه مزيان. بعد ما تشحر مزيان انا غادي نزيد شويه ديال الشطه او الكراشت ريد بيبر اللي هي هذه، هذا اختياري يعني، انا تيعجبني الاكل يكون شويه حار. غادي نختار هذه فوالا. وصلنا الان لاخر سلطه اللي هي سلطه البيتخاف او البنجر. فهنا عندي البيتخاف اللي انا حطيته في الفرن وقطعته حيت له الجلده وقطعتها، ممكن تسلقوها ايضا اذا ما بغيتوش ديروها في الفرن فقط. وهنا عندي اون فينيغريت، هاد لا فينيغريت راه فيها غير زيت زيتون، زيت زيتون وخل وفلفل اسود وملح. خلطوا الفينيغريت ديالنا. جيدا، وغادي نزوقو بشويه ديال البقدونس فخش من الفوق.
فوالا هذه هي سلطة البيتخاف أو البنجر ديالنا. فبهذه الطريقة غادي نكونو كملنا كل السلطات. فهذه هي المائدة الرمضانية المغربية، فكما تتشاهدوا هنا عندنا الملوي المغربي أو الفطير. هادو هما السلطات اللي حنا صوبنا في الصباح، الكفتة ديالنا، وطبعا لازم تكون الحريرة متواجدة، الحريرة المغربية وتمر والشباكية. واللي ما شافش فيديو الشباكية غنخليه في صندوق الوصف، هو الحريرة. هذا الشاي، وبالنسبة لهادو راه كويرات ديال السلو، تيكونوا مقويين. وبالنسبة لأشقائنا العرب اللي ما تعرفوش شنو هو السلو، السلو هو عبارة عن مكسرات محمصة مع دقيق محمص، ويخلط بالعسل وبعض الدهون، سواء زبدة أو زيت زيتون أو زيت جوز الهند. كما أنا هنايا رانا خلطته بجوز الهند. ف بصفة عامة هذا هو يعني الفطار المغربي. وكما قلت أهم حاجة لازم تكون فيه هي الشباكية والحريرة ديالنا. فصحة فطوركم، نتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. واللي أول مرة يدخل على القناة نقول لك ما تنساش تضغط على زر اشتراك، سبسكرايب أو سابوني مع تفعيل الجرس. وأنا نقول لكم نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، واللهم أدمها نعمة علينا.